برعاية السيدة معالي وزير إعمار وإسكان المهندسة نازنين دائرة المباني تقوم بمهامها في إدارة مشاريعها لأعمال الأبنية المكلة إلينا، الأبنية الخاصة بدوائر الدولة وكافة مؤسساتها حسب احتياجاتها لتقدم للدائرة وتوضع ضمن خطة سنوية، ونقوم بأعمال إشراف والمراقبة عليه ضمن برنامج تقدم عملي يتم التنسيق بين الجهة المنفذة ودائرة المهندس المقيم. المميز صار في أعمال دائرة المباني ويمكن لسنوات كثيرة مضت هو إدراج مشاريع المؤسسات الصحية في إقليم كردستان، وبدينا بأعمال المباشرة والتنفيذ لها، ومن أمثلتها عندنا مشروعين في محافظة السليمانية. المشروع الأول هو العيادة الاستشارية في شورش شمشمال منطقة شمشمال، هذا المشروع العفو ينفذ من قبل شركة أهلية، وأعمال إشراف المراقبة من قبل كوادرنا الكفوءة في من يعني من بغداد ومحافظة كركوك، نسبناهم للعمل في المحافظة كدائرة مهندس مقيم. العمل يسير على وتيرة جيدة بحيث نسبة الإنجاز الحالي بعد المباشرة في شهر الثامن 2021 حاليا نسبة الإنجاز تتجاوز 50 إنجاز الفعلي، ونسبة الإنجاز الفعلي عبر المخطط ما لا يقل عن 6%، وهذا يعتبر تميز ويسجل لكوادرنا الأمينة المخلصة لتعمل بكل مهنية وبكفاءة عالية في إداء أعمالها، وبيان دور الوزارة ودور الدائرة عندما يقدم لها الدعم تقدم الإنتاج والإنجاز الناجح. بالإضافة لهذا المشروع المميز لنا ليس كنوع المشروع إنما كعمل لدار وزارة الإعمار والسكن ودارة المباني، مستشفى طوارئ في إيران أيضا اجتهدنا لتفعيل هذا المشروع بتنفيذه من قبل كوادر دارة المباني لعمل إشراف المراقبة وتنفيذ من شركة أهلية أيضا وبمواصفات عالية وبكفاءة عالية، والبناية هي بناية مكملة لبناية الطوارئ السابقة الموجودة كونها إذا بإضافة طابق لها، والبناية الحالية اللي نقوم بالأعمال فيها هي عبارة عن بناء طابقين تحتوي على صالات عمليات وملحقات طبعا من غرف للأطباء الاستشاريين والممرضين وغرف الإفاقة والأشعة والمختبرات وبكامل مواصفات المستشفيات الطوارئ الحديثة، وأيضا تم تصميمها من قبل العفو الجهة المنتفعة اللي هي صحة رانيا. هناك رضا كبير من صحة الإقليم بما يقوم به كوادرنا، وإشادة لجهودهم وإخلاصهم في تنفيذ العمل، وخاصة تدار بكفاءة عالية بمواصفات عالية بوقت يعتبر قياسي، لأن نسبة الإنجاز نادرا ما تتجاوز الفعلي عن المخطط. اما جبهجاري بروجي تواريرانيا كبروجي كا بريتيل 2500 متر، نقوم بتنفيذ اعمال البناء مستشفى قسم الطوارئ في قضاء الرانيا. مساحة البناية من 2500 متر مربع التي يتكون من جزئين 1800 متر مساحة البناية، والباقي يبقى للخدمات وغرفة الحرس. نشكر الكادر الهندسي في وزارة الإسكان والتعمير للإشراف على هذا المشروع، مشروع مستشفى طوارئ رانيا، والذي الميزانية من موازنة 2019 من الحكومة المركزية الحكومة الاتحادية. نشكر وزارة الإسكان والتعمير ونشكر وزارة الصحة. هذا المشروع يقدم خدمة صحية
لإدارة رابرين قضاء رانية. هي عبارة عن مستشفى مرديفة للمستشفى أو إضافية للمستشفى، أقسام إضافية، أقسام جراحية، أقسام عظام، أقسام عيون، مصرف دم، هذا كله كان ما موجود بالمستشفى القديم. تتكون من طابقين إضافة إلى أبنية خدمية ثانية اللي هي مثل يعني خلينا نقول غرف الحرس، البوليس، الشرطة، إضافة إلى موقف خاص باعتبار راح يصير مستشفى عام للطوارئ، إضافة إلى استعلامات كاملة للمراجعين للحالات الطارئة لأنه أكو هناك وحدة إنعاش. المستشفى أيضا تحوي على كافة التجهيزات الطبية الخاصة بالعمليات أو من ناحية التبريد، من ناحية التكييف، من ناحية الفلتريشن كمجاري أو كهواء. الوزارة أكدت أنه تكون بأعلى المواصفات. إحنا حاليا كل شغلنا دي يكون على المواصفة العراقية، آخر تحديث للمواصفة العراقية. برعاية السيدة وزيرة الإعمار والإسكان المهندسة نازلين محمد وسو، متابعة وإشراف مديرة عام دائرة المباني المهندسة بشرى أنعام عباس، تمت المباشرة بمشروع العيادة الاستشارية في شورش ناحية شورش قضاء شمشمال في محافظة السليمانية بإنشاء مشروع العيادة الاستشارية بمساحة كلية تبلغ 3750 متر مربع ومساحة بناء 1600 متر مربع، تشمل البناية طابق واحد 31 غرفة، صالات طوارئ وصالات أسنان، قسم عيادة أسنان ومختبر وقسم العيادات الاستشارية وإدارة ومخزن وغرف صيانة وغرفة رعاية الأطفال والحوامل وساحات وصالة ومماشي وجراج للسيارات ولدخول سيارات الإسعاف. نسبة إنجاز العمل 40% والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة ومتابعة وإشراف من دائرة المباني ودعم من كل الأطراف من أجل إنجاز وإنجاح هذا المشروع خدمة لصالح العام وسكان المنطقة في إقليم كردستان. زور سباسي وزارة إعمار وإسكانكين كهل سابة درس كردني. نشكر وزارة الأعمار والإسكان على هذا المشروع منطقتنا، لأن منطقتنا الضحايا مع الأنفال وبقايا مع الأنفال مؤنفلين. المشروع زاد أهمية الخاص المنطقة، المنطقة كان بحاجة إلى مشروع هذا، فإحنا كأهل المنطقة كحي سكن مال ناحية الشورش نشكرهم، نشكر وزارة يعني بشكل جيد.